هذه اللحظات وهذا المقام أقول كما قال الشاعر أبياتا رددتها كثيرا في السجن، وأقولها الآن على وضح النجاح، والتصل إلى كل من يفترض أن تصل إليه. أنا حمست العز في داخلي حمس، أنا حمست العز في داخلي حمس، وحيلت فنجاله وقنت راسي. يلي تساومني على عزة النفس، أموت ما وطيت للظلم راسي.